مع بدء العد التنازلي للدخول المدرسي، صالونات الحلاقة تشهد حركية كبيرة من قبل التلاميذ، فبمجرد دخولك إلى بهوه لا صوت يعلو فوق صوت المقصات وآلات الحلاقة. رابح، وبعد شرائه مستلزمات الدخول المدرسي، أتى إلى هنا من أجل تسريحة شعر حديثة لموسم دراسي جديد. رحت معايا الدار كما كل عام، رحنا شرينا حوايج تحت الكراطب طبلية صوالح باينين دوكا كما كل عام، وهي ما قري رانا شغل كبرنا شوية على التحضيرات كنا صغار. الفرحة بس تكون دايمة مع الدخول المدرسي دوكا كما كل عام، لازم نوجدو فرحة شغل تاع العام جديد، ناس جدد، أساتذة جدد. دوكا كيما أنا عامي الأول تاع الثانوية، دوكا جينا نحفو باسكو دخل باش ندخلو شغل باهيين. من خلال هذا الكرسي على شكل لعبة، وجد نبيل طريقة عصرية لحلاقة الأطفال الصغار، وذلك لضبط حركتهم. جاتني الفكرة هذه خاطش دراري صغار يبكوا، شريت لهم واحد الطوموبيل تاع دراري صغار باش ما يبكوش، باش ما تجيني صعوبات معاهم، وجبت لهم هذه طوموبيل صغيرة هذه تاع دراري صغار باش يلتاو بها، باش كي نحفف لهم نكون اليز نستيكيهم ونحفف لهم مليح. عجبتهم هذه العفسة خاطش ما يبكوش ولادهم، لبيع عجبتهم بزاف، يقعد يحط الطفل يلتمع الطوموبيل نحفف له تما ما يبكيش. هي عادة ألفها هؤلاء الشباب قبل دخول المدرسي، حرصا على الحصول على مظهر لائق لدخول مدرسي ناجح.